ولتعليق على هذا الموضوع معنا المحلل الاقتصادي الأستاذ إدريس العيساوي. أستاذ العيساوي أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. أستاذ العيساوي في البداية ما هي قراءتكم للأرقام التي جاءت في تقرير بنك المغرب؟ أعتقد بأن هذه الأرقام هي أرقام مشجعة صراحة، لأنه الكلام جاء على لسان والي بنك المغرب اللي هو شخصية اقتصادية معروفة على المستوى العالمي وعلى المستوى المحلي، وما قاله بالنسبة للظرفية الاقتصادية في الاقتصاد المغربي هو كلام مبني على أسس معقولة جدا. المحافظة على نسبة الفائدة المركزية في 3% هو قرار صائب، وسيمكن الاقتصاد المغربي من أن يلعب أدواره الطلائعية في مجال القروض، في مجال يعني على الأقل إبقاء على إمكانية الترقب الحقيقي لما ستكون عليه الأمور بالنسبة لنسبة التضخم، لنسبة النسب المتعلقة بالمالية العمومية بصفة عامة. فالبنك المركزي يقول هنا بأن الاقتصاد المغربي رغم الظرفية السيئة التي عشناها الزلزال إلى آخره، لكن له ما يكفي من الضمانات للقول بأن يعني المسائل الضرورية والمؤسساتية للبنك المركزي ما زالت قائمة وسنرجع إليها كلما تقتضى الأمر. فبنك المغرب مؤسسة مستقلة، علينا أن نقول ذلك ونؤكد عليه، لأنه والي بنك المغرب من الشخصيات البارزة على المستوى الاقتصاد المغربي وحتى على المستوى العالمي، لأنه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعترفان بهذه الشخصية وبخبرته وقدرته على التنبؤ بما تكون عليه الأمر بالنسبة للاقتصاد المغربي. واجتماع صندوق يعني اجتماعات سنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي بالمغرب بمدينة مراكش من بين 9 إلى 14 أكتوبر المقبل هي كذلك إشارة قوية على أن المؤسسات الدولية ترى بأن الاقتصاد المغربي له ما يكفي من الصلابة ليتجاوب وليتعامل بشكل جيد مع ظرفيته الاقتصادية والظرفية المحيطة به. طيب أستاذ العيساوي، فيما يتعلق بآثار زلزال الحوز، قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري إنه من المبكر تقديم توقعات بشأن الأثر الفعلي لزلزال الحوز على الاقتصاد الوطني. ماذا يقصد الجواهري بهذا التصريح؟ أعتقد بأنه ما قاله والي بنك المغرب يعني هو عين الصواب. لا يمكن اليوم أن نقول بأن زلزال من منطقة أكادير، منطقة مراكش، سيكون له تأثير على المسألة الفلانية أو المسألة الفلانية. علينا أن ننتظر قبل أن نقوم بالتحليلات. وحتى بنك المغرب يعتبر بأنه من ضروري اللجوء إلى ما يقوله الخبراء في هذا المجال، لأنه سننتظر فعلا حتى تمر بعض الأسابيع لنرى كيف ستتعامل البنوك، كيف ستتعامل مؤسسات القروض، كيف ستتعامل الأبناك الخاصة. أنا أتكلم هنا ليس على البنك المركزي، إن البنك المركزي له دور أساسي، ولكن البنوك الخاصة تمشي حسب قوانين تم سنها. هناك كذلك أمور أخرى تتعلق بسياسة الصرف، هذه البنك المركزي له دور كبير فيها، وأعتقد بأنه ستكون يعني سيكون الحديث آخر، لأنه حتى بالنسبة للتوقعات التي تحدث عنها والي بنك المغرب هو قال بأنه ستكون 3.5، وربما في 2024 سنصل إلى 2.5%. وكذلك هناك تنبؤ آخر بالنسبة للبنك المركزي، قال بأنه نسبة التضخم كانت مرتفعة جدا لكنها بدأت تتباطأ، وصلنا إلى 5%، وربما سيتم خفض
هذه النسبة مع بالنسبة يعني السنة المقبلة، ونكون بطبيعة الحال في حدود مقبولة جدا بالنسبة للبنك للاقتصاد المغربي. المحلل الاقتصادي الأستاذ إدريس العيساوي، شكرا جزيلا لك.